وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد المتقاعد نجدة زريقة من اللاذقية. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا. بداية، تقول وزارة الدفاع الروسية إن منظومات بوك إم 2 وبانسر إس أسقطت 22 صاروخا أطلقتها إسرائيل على سوريا. يتضح من هذا الكلام أنه في الآونة الأخيرة تمكنت منظومات الدفاع الجوية السورية من إفشال الاعتداءات الإسرائيلية بشكل شبه كامل، فلماذا تصر إسرائيل على عربدتها؟ لقد بات واضحا للجميع ان هذا النوع من العمليات العسكريه الاسرائيليه المستمره تستهدف الاسلحه النوعيه ذات الدقه العاليه التي يمتلكها الجيش السوري او القوات الحليفه، وترى اسرائيل من وجهه نظرها تهديدا لامنها القومي، وبنفس الوقت تبحث عن مكامن القدره الصاروخيه السوريه التي لم يتم استخدامها بعد، ان كان ارض جو او ارض. ونحن ندرك مسبقا غاية إسرائيل من والجيش السوري والقيادة السورية تدرك مسبقا غاية إسرائيل من هذا التصرف الأرعن، وتكشف لكشف الأسلحة الاستراتيجية وأماكن توضعها، ومهما كانت عملياتها الاستفزازية المتكررة لن تنال ما تريد. إن الضربات اليوم على مطار المزد العسكري وفي ريف دمشق والقلمون لنفس الغاية، وتم إسقاط 22 صاروخا قبل وصولها، هذا مع استشهاد 4 مدنيين الرحمة لأرواحهم. نعم سيادة العميد، كثيرا ما يلجأ العدو الصهيوني إلى تنفيذ اعتداءاته عبر الأجواء اللبنانية، ألا ترى أن ذلك يفرض على الدولة اللبنانية تحركات تتجاوز موضوع تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة؟ الحكي دقيق، يجب أن يعلم ذلك باستمرار، وإسرائيل لا تخجل، ولبنان ليس لديه قدرة على التصدي لهذه الطائرات إن كان من أجواء اللبنانية أو من مرتفعات الجولان، يكاد يكون قريبة من العاصمة أولا، ومن ثم استخدامها أبعد من مدى، يعني أبعد من حدود السورية، كي لا يحق لسوريا التطاول على هذه الأهداف، ونحن قادرون على ضرب هذه الأهداف ولو كانت في سماء الأبيب. لكن أليس هذا برأيك ورأي الجميع يدل على قدرة الجيش السوري وسلاح الدفاع الجوي ورجاله الأبطال اليقظين في كل الأوقات والأحوال؟ وسبق لها قامت بضربات متعددة في ريف دمشق وبصياف واللاذقية، وأيضا ركزت على مراكز البحوث العلمية، واليوم سوريا أقوى من ذي قبل رغم ظروفها الاقتصادية، ونحن نستعد وبجاهزية قوية جدا وعالية جدا لهذا النوع من الضربات الاستفزازية. لا يمكن أن تتحول لحرب شاملة لأنها عمليات محدودة عسكريا وذات طابع أمني، وبناء على معلومات استخباراتية، وإسرائيل تعرف قدرة المنظومة الصاروخية السورية المدمرة، ولن تمنعها القبة الحديدية التي أثبتت فشلها في معركة غزة الأخيرة، ولكونها ترعى الإرهاب باستمرار تقوم بين الحين والآخر بدعم المجموعات التكفيرية، كما نلاحظ في كل مرة تقوم بضربة هنا وهناك لرفع معنوياتهم من جهة، أو تخريب أنظمة الدفاع الجوي أو الدقة العالية الفعالة، أو لكشف أماكن توضعها إن أمكن. القيادة العسكرية السورية اليقظة يا سيدتي تدرك مدى فشلها في كل ذلك، ونحن نؤمن بفعالية صواريخنا وحقنا في الدفاع عن ثوابتنا وسيادتنا مهما كان الثمن غاليا. نعم سيدتي، نحن جاهزون لهذا العمل الاستردادي المستمر هنا أو هناك، لأن هذا الجيش الذي تركب كل هذه المعاناة في هذه العشر سنوات من الحروب استطاع أن يعمل المعجزات، وفي هذه الأحوال الشبه مستمرة نحن نقوم بالتصدي لهذه الصواريخ المدمرة، لكن نحن قادرون على التصدي لها والقيام برد معاكس لها في قلب تل أبيب، وقمنا بذلك وأشرنا إليها مرارا، لكننا لا نريد تصعيد حاليا، لأننا نحن سوف نقرر ونحدد اليوم والوقت الذي سنقوم بهذا التصعيد، وستكون هذه الصواريخ الفعالة الأرض أرض والجو والأرض جو قادرة على تدمير كل المنشآت الإسرائيلية وإعادة حقن الإصابة. نعم، كنت معنا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد المتقاعد نجدة زريقة من اللاذقية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.